Hello students from BTC Academy, hope that you are all safe and doing fine. Today we are going to solve Microsoft Paint activity. الobjective المطلوب مني اني انا ارسم هاي البيكتشر بقلب هيدا الفريم من خلال 9 steps موجودين عندي في هاي الاكتيفيتي اللي حخليه قدامي. بكل step بيقول لي شو لازم اعمل، كم step انا اخلص، وبنفس الوقت شو بعد عندي. So بس يخلص هودي 9 steps كون فعليا خلصت انا هيدا الموديل او هيدا الاوبجكت using the Microsoft Paint. لحتى ما نطول حبلش بي step 1 بيقلي open Microsoft Paint program. عادة حتى لو البينت اذا البينت موجود عندي على التاسك بار بكبس عليها، مش موجود عندي بكبس انا على الستارت باتن بكتب paint paint بتطلع عندي البينت بكبس عليها. خلاص step 1 ما بعملها كلوز، بعملها بس مينيمايز حتى تضل مبينه عندي تحت على التاسك بار بس اي ساعه ما بدي. جيت على ستيب 2، تايب يور نيم كلاس اند سكشن يوزينج ذا تكست تول اي. مثل ما معودين جيت على البينت، مثل ما معودين انه احنا حتى لو كتبت هلا اسمي مش حيبين لاي لانه انا مش كابس على التكست تول اي. الاي هي بتاخذ انبوت من الكيبورد وبتطبقه صح على البينت. سو كبست على الاي بيقول لي وين بدك تكتب اسمك، عاده شمال مال فوق. كتبت اسمي انا حاكتب نيم، انتم مثل العاده بتكتبوا اسمائكم. كتبت كبست على الان طلعت سمول، محيتها بالباك سبيس بالاكبس كابيتال ان. سو هولد اب ذا شيفت كي، بدنا نكبس على الشيفت كي وبكبس الان لتطلع كابيتال. عندي تو شيفت كيز بالكيبورد، ان اي ام اي انتر نيو لاين جريد 2 شيفت مع جي ار اي دي اي سبيس 2 enter new line اي section. انا ححط هلا a space b space c. نحن بس بنكتب اي section نحن. اوكي خلاص من صح، في اعمل له move بنفس الوقت في زيحه لهي محل ما انا بدي، حخليها فوق كبس عشان يثبت محل صح. خلاص step 2 حروح شوف step 3 شو بتقلي. use the square shape to draw the frame. هاي الفريم الموجود عند design outline حأرسم أنا سكوير لحتى أعملها بالأول. كبست على السكوير بهذا الشكل وعملتها هيك، نقيت السايز أكبر شوي لحتى تبين أوضح. step 4 use the brush tool to design the frame and draw square inside it. هل شايفين الخطوط اللي موجودين بهذا الشكل؟ بس بدي أعمل هلا using the brush tool. كبست عليها، عادة بنقي اي وحدة بدي حسب اللي بتطبق لي الموديل اللي انا عندي. حاستعمل انا هلا بالاول الواتر كولر الناتشرال والاويل. واتر كولر ذس وان. اوكي ممكن نقي نحن اي وحدة بدنا اياها، نقيت مع اي كولر وعملتها بهذا الشكل. بدي احاول شوي اني ما اعجقها كل هالقد لحتى يطلع شوي الديزاين حلو معي. كبس نقيت فور اكزامبل الاويل ديفرنت كولرز بلو نقيت بنفس الوقت الاويل سوري ناتشورال اوكي خلصت. بدي اعمل بقلب سكوير كبس اكيد على اللون الاسود اللي يطلع الاوتلاين للسكوير. كبس على السكوير وعملتها بهذا الشكل. هذا هلا غلط. ليش غلط؟ بدي امحيها. بمحيها انا لانه غلط، لانه مبينه الباك جراوند اللي عندي مش لازم تكون مبينه. سو بنفس الوقت لحتى امحيها بكبس على الاندو السهم الازرق. اذا لا مش موجود عندي الاندو بهذا الشكل بكبس على التول بار بنقي انا تشيك مارك للاندو لتطلع في حال تكون مبينه هون او تحت دسين. كبست عليها لحتى ما حيت الشيب. اوكي جيت انا هلا كبست على اجان على السكوير لحتى اقول له انا انه حاستعمل شوي الشيب فيل لحتى اقول انا للبينت انه يا بينت خذ لي الكالر 1 as an outline والكالر 2 as a fill. شو يعني؟ كبست اكزامبل على السكوير، كبست على الكالر 2 حطيته بلو. اذا جيت انا هلا عملت فعليا السكوير هون حيطلع انا عندي الكالر 2 هو الفل، اما الكالر 1 هو الاوتلاين. يعني منين جبت انا؟ من الشيب فل. بس اكبس على الشيب فل صار الكالر، بقول له انا يا بينت خذ لي كالر 1 as an outline للشيب اللي عندي، يا المحيط الخارجي اللي عندي اياها، اما خذ لي الكالر 2 ليكون الشيب فل يعني قلب هذا الشكل. اوكي
سو اذا ما كبس انا على السوليد كولر سو ما بياخذ الكولر 2. شو هعمل حماحيه بالباك سبيس سوري بالاندو. كبس انا هلا كولر 1 لازم يكون بلاك، كولر 2 لازم يكون وايت لحتى ما تبين هاي الباك جراوند كلها. سو وعملتها بهذا الشكل طلع صح. اوكي خلصت. ستيب 5 يوز ذا بنسل تول. Use the pencil tool to draw the curved line. هاي اللاين الأسود اللي بالنص بدي استعمل البنسل لحتى أرسم. ليش البنسل؟ لأنه عادة إذا في أي أوبجكت ما بيشبه الشيبس اللي عندي إياهن أنا بالبينت سو حأستعمل البنسل لأعملها. كبس بنسل بأكد على موضوع السايز بدي يكون أكبر شيء. كبس بدي حدد الستارتنج بوينت أند أندينج بوينت بهذا الشكل. أوكي دان بدي انتبه إنه ما خلي هون ما خلي هولز ما خلي سبيسز لاي لانه في حال لو انت بعدين بالفلتر بتلاحظ انه اللون حيطلع لفوق. خلصت. 6 يوز شيبس تو درو ذا بيكتشر. بدي نقي انا هلا شيبس لحتى ارسم هاي البيكتشر. ملاحظين انه السن هي الشيب لها فلاور سيركل. ملاحظين انه في عندي انا ترانجل، في عندي ريكتانجل، في عندي سكوير، في عندي كمان ريكتانجل صغير للويندو. هاي موجودة عندي في استعمل انا سكوير بس بنفس الوقت يفضل اعملها بالبنسل. اوكي سو بس هنقي انا الشيبس وطبقهم صح. كبس انا هلا على السكوير لحتى خلي كمان اللون الكلر لنفس الشيء سوليد كلر الشيب فيل انه بدي انا الكلر تو فعليا. عملت بهذا الشكل بعدين بلونه حطيت ترانجل عليها. ماسكة البيب هي اوفر صغير هي موجودة هون. اوكي عندي هاي حاملة using the pencil tool والsun using the oval. so كبست على pencil tool نقيت السايز اكبر وحدة وعملتها بهذا الشكل. اوكي جيت انا هلا كبست كمان على الاوفل وعملتها انا بهذا الشكل. اوكي خلصت عندي. الخطوط اللي حوالين الشمس اكيد سان حاعمله انا بالبنسل. اوكي دان سو بعتقد خلصت انا كل الشيبس المطلوبين مني بهاي البيكتشر. نزلت شوي انا هلا لقلي ستاب 7 color the picture using the fill tool. فيل تول موجودة عندي هاي الايكون اللي قلها كبست عليه. عادة الفيل تول بتشتغل مع الكالر 1. اوكي سو كبست على الكالر 1 بدي بلش انا لون هاي. ليش قلت لكم من شوي انه بدنا ننتبه ما نخلي سبيسز هون في حال كانت هاي مفتوحة او من الخط. جيت انا بدي لون هاي فور اكزامبل بلو بينزل اللون لتحت لاجل هيك ممنوع خلي سبيسز فيها. بدي انتبه لها الشغلة. سو في عندي انا بلو في عندي هون جرين هاي بلو في عندي جرين يالو للشمس للسن. هون عندي انا يالو عندي اورنج وعندي براون تحت يالو عندي انا اورنج عندي رد هون عندي بنفس الوقت براون تحت خليها هديك وعندي انا بلو لمسكة الباب. اوكي سو بعتقد نحن بهالحالة بنكون عملنا color لكل هال object. بيقلي بي number 8 step 8 save your file as picture frame grade 2. بدي انتبه للشغلة انه هلا ليش بستخدم save as. save as لحتى احفظ هاي picture بالكمبيوتر عندي. so بعدين ممكن انا اشوفها او اعمل edit عليها. منين بعملها save as من الفايل. ممكن تكون عندكم فايل بس مش مبيني كلمة فايل مبيني بس blue button عادي. اوكي بيقبس عليها كبس انا save as لنتذكر بس اسمه شو هو. بيقول لي picture frame grade 2. عادة نحن نكتب grade 2 activity 1 او 2 او 5 او 7 بعدين بنحط اي section. it's okay. مطلوب مني انا هلا picture frame grade 2 كبس على save as ما حيت untitled هوني picture frame grade 2 خلصت وين سيفتها على الديسكتوب. اوكي بروح انا بقول لها هلا سيف. بلاحظ انه ببين اسمها فوق picture frame grade 2. خلصت
بعمل لها اكس كلوز، ممنوع اطلع منها بدون ما اعمل لها سيف، لانه ما عادش في اساسا اعمل باك لاجيب الايمج الا لما اكون عامل لها سيف اس. عملت اكس كلوز، سيفت انا على الداسكتوب. الداسكتوب هي شاشه الكمبيوتر، سو بكل بساطه اذا طلع انا شوي بلاقي بيكتشر فريم 2 بهذا الشكل، دبل كليك عليها بتفتح. في انا اجى افتح البينت وعدل عليها واعمل سيف من اول وجديد. هيك نحن بنكون خلصنا اول بارت او اكتيفيتي 1 لنا. اوكي، ثانك يو فور واتشينج، ويش يو اول ذا بيست، وستي سيف، جود باي.